لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من بيروت مراسلة الغد كلودي أبي حنة. أهلا بك كلودي، دعينا في أهم ما جاء في تصريحات وزير الخارجية الفرنسي خلال هذه الزيارة. يعني جان إيف لودريان أتى في هذه الزيارة ليؤكد المؤكد، أهمية الزيارة أنها الأولى التي تكسر عزلة لبنان منذ أحداث أكتوبر، التظاهرات التي نزل فيها الشعب اللبناني إلى الشارع والتي تلتها الأزمة المالية الخانقة والتي لا تزال مستمرة، وأيضا تشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب. إنما مضمون الزيارة كما ذكرت أكد المؤكد هو يعيد التشديد على الإصلاحات المطلوبة من الحكومة اللبنانية، وقال إن ما تم القيام به حتى الآن في موضوع الكهرباء ليس كافيا، وهذه إشارة مباشرة إلى ما كان قد تحدث به رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب خلال لقائه الوزير الفرنسي، عندما قال إننا بدأنا بالإصلاحات في ملف الكهرباء وعيننا مجلس الإدارة وسوف نتابع هذه الإصلاحات. ليأتي التعليق مباشرا من جان إيف لودريان أن ما تم القيام به حتى الآن ليس كافيا. إذن الإصلاحات أولا وثانيا وثالثا، هذا ما شدد عليه جان إيف لودريان، وأكد أن فرنسا هي إلى جانب لبنان. ولكن من في لبنان؟ قال بوضوح: الشعب اللبناني، القوى الأمنية اللبنانية، الجيش اللبناني. وأكد ضرورة أن تبسط السلطة اللبنانية سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية، وفي هذا تلميح غير مباشر إلى حزب الله وتأييد أيضا غير مباشر لمبدأ الحياد الذي دعا إليه البطريرك الماروني الكاردينال الراعي، الذي سيلتقي لودريان بعد حوالي ساعة ونصف ساعة من الآن. والمهم أيضا في كلام لودريان أنه قال إن مواقفه لا تعبر فقط عن فرنسا، إنما تعبر عن مختلف مكونات المجتمع الدولي. إذن واضح ما على لبنان القيام به في هذه المرحلة. ولكن السؤال الكبير المطروح في لبنان، إذا ما كانت هذه الحكومة وهذا العهد سيستطيعان تنفيذ ما يطالب به المجتمع الدولي ليساعد لبنان على الخروج من هذه الأزمة المالية الخانقة. وأيضا بات واضحا أن المساعدات للبنان ستكون على القطعة. اليوم تحدث جان إيف لودريان عن المدارس التي ستتم مساعدتها، ولكن ليس عن مساعدات عامة وشاملة كما جاء في مؤتمر سادر. هذه المساعدات أو المنح أو القروض ستبقى مشروطة بتنفيذ الإصلاحات. شكرا جزيلا لك كلودي أبي حنة مراسلتنا من بيروت.